راجل كبير عنده 80 سنه اتصاب فجاه باحتباس في البول، فعياله شالوه وودوه المستشفى. هناك الدكتور عمل له قسطره بوليه فخرج البول، اتنهد المريض من اعماقه وانتهت الالام بتاعته. النوع ده من الالام بيبقى من اشد انواع الالام اللي بتنتهي بمجرد ما الطبيب يدخل القسطره ويخرج البول بعد ما المسنه تقريبا بتكون اتملت ب 2 لتر من البول. اتوجه الابناء والاحفاد للدكتور عشان يشكروه واثنوا عليه. بعدها التفت الابناء والاحفاد للاب عشان يطمنوا عليه، لقوه منوط نفسه من البكاء. قالوا له يا ابونا المشكله اتحلت، انت بتبكي ليه دلوقتي؟ هدي شويه وقال لهم الطبيب ساعدني مره واحده بس، فحسينا كلنا بفضله ومرؤته، كلنا شكرناه كتير. فادركت ساعتها قد ايه ربنا غمرني بكرمه واحسانه لمده 80 سنه، ولكني ما استشعرتش بفضله. ازاح الطبيب عني الالم مره واحده فشكرته. قد ايه ربنا دفع عني من البلايا والخطوب على مدار عمري كله وما شكرتوش على كل ده. قد ايه احنا اعتدنا على النعم لحد ما بقينا نتسأل عن حالنا ونقول لا جديد. فهل استشعرنا توالي النعم دي كلها وبقائها؟